بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أسعد الله أيامكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدكم لمثله، وأن يجعلنا وإياكم ممن يوفق ليحظى بعيد فيه ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وانبلاج نوره على وجه البسيطة. في قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، لا بد من أن نعمد إلى محاولة فهم مراد الله جل وعلا في هذه الآية من خلال محاولة الوصول إلى كيفية تأمين هذا المن. الله يمن، ولكن ما هي آليات هذا المن؟ وما هي متطلبات وجود هذا المن؟ لأن هذا الأمر لا يتأتى من خلال حالة الإعجاز، لما سبق أن كررناه كثيرا بأن الإعجاز لا يتدخل في عملية التغييرات الاجتماعية أو في عملية تأثيرات الإرادة الإنسانية على إحداث المتغيرات المتعلقة بالهدى. ولذلك لا تتحدث الآية عن مجرد وعد، وإنما تتحدث عن منظومة من الأفعال يفترض أن يلتفت إليها، وهذه الأفعال لو أنها تمت أو جرت عند ذلك يمكن لنا أن نقول بأن المن الإلهي أصبح قريبا، وفرج الله سبحانه وتعالى أصبح في متناول اليد. كما أن هؤلاء الأئمة كيف يجعلون أئمة للناس؟ تارة لا شك ولا ريب أن الإمامة هي جعل الرباني، الإمامة بمحتواها العقائدي هي جعل الرباني، وهي علاقة ما بين نفس الإمام وبين الجاعل للإمامة وهو الله جل وعلا. في مواصفات الإمام هناك الصبر، هناك العصمة، هناك التحمل، هناك تحمل المسؤولية وما إلى ذلك. هذه كلها تعنى بعملية العلاقة بين الله وبين الإمام للوصول إلى هذه الإمامة. ولكن الإمام حينما يقول ونجعلهم أئمة، أئمة على من؟ وهل توجد حالة قطيعة ما بين الإمامة وما بين المجتمع، ما بين الناس؟ أو أن الإمام بمجرد كونه ينص على كونه إماماً يصبح إماماً على المستوى الفعلي وعلى المستوى الاجتماعي؟ لا شك أن الإمام يكون إماماً بمجرد تعيينه وتنصيبه، ولكن الإمامة حينما نريد منها أن تأخذ دورها الاجتماعي كإمامة لابد من أن نلحظ العلاقة ما بين المجتمع نفسه وبين الإمام، المجتمع الذي يمكن الإمام من تحقيق إمامته أو لا يمكنه. ولذلك أصبح لدينا أئمة
لديهم صفة القيام لله جل وعلا، وهناك أئمة وجدناهم لم يستطيعوا الوصول إلى هذا الدور. ولا شك ولا ريب أن الخلل لا علاقة له بأشخاص الأئمة، وإنما كل العلاقة ترتبط بطبيعة الواقع الاجتماعي وما إلى ذلك. لذلك هذه الآية يجب أن ترصد تارة على المستوى العقائدي والمعنوي، وبالنتيجة الملاكات فيها ثابتة وغير قابلة للتغير، لكن على المستوى الاجتماعي، على المستوى التاريخي، على مستوى التحقق والتنجيز، يجب أن ترصد من خلال العوامل التي تؤدي إلى حصول المن، ومن خلال العوامل التي تجعل الإمام إماماً على الناس بشكل فعلي وبشكل تاريخي تتحقق على الأرض. ونفس الشيء أن يرث هؤلاء الأئمة هذه الأرض من بعد ماذا؟ من بعد ظلم الظلمة وجور الجائرين وطغيان الكافرين وما إلى ذلك. هؤلاء يرثون الأرض، يرثون أن يأخذونها ممن كان يتحكم بهذه الأرض، وهي الأخرى ثالثة تشير إلى ضرورة النظر إلى العوامل التي تؤدي إلى استلاب الأرض من الظلمة والجور وإحالتها إلى الأئمة الذين يرثون هذه الأرض ومن عليها. نحن كواقع تاريخي نظرنا إلى هذه الآيات بعنوانها أنها وعد الله سبحانه وتعالى بإرسال المنقذ الذي يستوفي هذه الأرض ويرثها، وما من شك أن الآية تشير إلى وجود المنقذ هنا. لكن الكلام لماذا لم يرسله الله سبحانه وتعالى، لماذا لم يرسل هذا المنقذ طوال هذه السنين؟ هل أن الله سبحانه وتعالى له وقته المحدد دون عوامل أخرى؟ لا شك في علم الله هناك مواعيد صارمة، لكن هذه المواعيد الصارمة هل أنها تصنع واقعها من خلال الإعجاز الإلهي، من خلال التدخل الإلهي المباشر، أم أنها حركة التاريخ؟ ما تفضي، ما تنضح من تحقق الشروط والملازمات والمواصفات لمجتمع الوارثين، لمجتمع المنقذ، ما لم تتحقق هذه الأمور، الوعد الإلهي لا يمكن أن يتحقق بهذه الطريقة التي أشرت إليها. وإلا الوعد في حسابات الله سبحانه وتعالى يمكن لنا أن نشير إلى أن الوعد يوضع في ساحتين: ساحة العلم المحتوم الذي انتهي منه وحسم الله سبحانه وتعالى في شأنه، ولكن ما يقدم هو الساحة الأولى، الساحة التي يعطى المجال إلى الناس لكي يلقى عليهم الحجة ولكي يتمتعون بعملية إلقاء الحجة، بحيث أنهم شاركوا في صناعة هذا الشيء أو أنهم تخلفوا عنه، وبناء على ذلك يجري ميزان الثواب والعقاب، سواء كان ثواب الأمم وعقابها أو كان ثواب الأفراد وعقابهم. ومن الواضح جدا أن ثواب الأمم غير ثواب الأفراد. ثواب الأفراد يمكن أن يتحقق في كل وقت، لكن ثواب الأمم تحتاج إلى سنن اجتماعية متعددة، وتحتاج إلى مدى تاريخي حتى يمكن أن يتحقق هذا الأمر. غرضي من هذا الحديث، نحن حينما رأينا أن الله سبحانه وتعالى قد وضع هذه الآية في قبال آية أخرى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ولكن هذا الإباء متى كان؟ حينما انبرى من انبرى من الكافرين من أجل إطفاء نور الله جل وعلا، يريدون ليطفئوا نور الله، لكن في مقابل هذا المسعى الله سبحانه وتعالى قال أنه يأبى
إلا أن يتم نوره. هذه الآية هي الأخرى أيضا لصيقة الارتباط بالسنن الاجتماعية وبالسنن التاريخية، وبالنتيجة هي في مقابل، يعني حينما يأبى الله ويتحقق الإباء يتحقق المن الرباني وتتحقق الإمامة الوارثة ويوجد مجتمع الوارثين وما إلى ذلك. إذا كان الأمر كله يتعلق بهذه السياقة، طبعا نفس الشيء في تأييد الله، أنا سبق إلي أن أشرت إلى أنه كل هذه الأفعال التي ينسبها الله سبحانه وتعالى لنفسه لا تعني أن البشر لا يتدخلون فيها ولا يؤثرون فيها، بل هي دعوة من البشر إلى أن يتحملوا مسؤوليتهم. حينما قال والله يعصمك من الناس، فعل إلهي، ولكن من الذي يبادر إلى عملية العصمة؟ المجتمع يجب عليه أن يبادر لإيجاد عوامل العصمة فيتحقق الوعد الإلهي. نفس الأمر في بقية الآيات. هذا الأمر حينما نريد أن نعممه على فهمنا لعلامات الظهور وعلى فهمنا لكيفية وصول المجتمع إلى مجتمع الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء، ربما تتضح الصورة بشكل أكبر من مجرد أن العلامات أو أن الروايات تحدثت بسياقات القصص وبسياقات الإشارة السريعة إلى حدث. وفي الغالب كان الناس ينظرون إلى هذه الأحداث بدون النظر إلى ما يترتب عليها من عمق وما يتعلق بها من أحداث قد تكون جسيمة جدا، وقد تكون يعني قد تتضمن وقوع أحداث كبرى على مستوى العالم. يعني حينما يقول نار لا يقوم لها شيء، إشارة إلى نار أذربيجان، هو لم يقل إلا لا يقوم لها شيء، ولكن هذه النار كم ستكون متوحشة، كم ستكون مؤلمة، كم سيكون لها ما يترتب في أرض الواقع من مؤثرات اجتماعية أمنية عسكرية اقتصادية على مستوى كل الاتجاهات. الرواية لا تتحدث. مهمة الذي يريد عملية التحقيق أو يريد أن يفهم هذا الأمر عليه أن يعطي لهذا النص اللي هو عبارة عن عدة كلمات بسيطة، عليه أن يعطيه، أن ينظر إليه من الأبعاد الثلاثية، لا ينظر إليه مجرد اللفظ المكتوب، وإنما يحاول أن يتوغل إلى داخل الكلمات ويستخرج معانيها ومداليلها الاجتماعية. حينما نتحدث عن أن الفتنة الشامية سوف تستمر إلى العدد الفلاني من السنين، هذه السنين هي كلمات قيلت بشكل بسيط جدا أو بشكل قليل جدا، ولكن 12 سنة من الفتن أكثر أو أقل، ماذا تعني على المستوى الأمني؟ ماذا تعني على الحراكات السياسية؟ ماذا تعني على التحالفات الموجودة ما بين القوى المتصارعة؟ ماذا تعني في البعد الاقتصادي، في البعد الاجتماعي؟ هذه كلها هي حكاية صغيرة في ألفاظها، ولكن مداليلها الاجتماعية هي كبرى. وبالنتيجة لو أننا تارة ننظر إلى أن الفتنة قد تمت ونقول أن العلامة قد تحققت، أو ننظر إلى توابع وما يترتب على هذه الفتن بأنها قد تحققت، يمكن لنا أيضا أن نعتبر ما لم يتحدث عنه المعصوم بشكل مباشر وتحدثت عنه الأحداث بشكل مباشر، يمكن لنا أن نعتبره دليلا يقدم نفسه من خلال حركة الأحداث ومن خلال هذا الواقع الذي وجدت فيه هذه الفتنة. ولذلك أنا أدعو إخواني الأعزاء حينما تنظرون إلى الروايات، وربما البعض يستغرب، بل البعض يسمي هذا المنهج بأنه غريب أن فلان يتحدث بهذه الطريقة بلهجة مستغربة وبطريقة مستغربة. لا يوجد هناك غرابة،
حينما تتوغل إلى أعماق القضايا تجد أن هذه الأمور محلولة ولا توجد فيها غرابة. الغرابة في أنك تأخذ الألفاظ بقوالبها وتتجمد على هذه القوالب دون الوصول إلى عمق هذه القضايا. ويتذكر الأخوان في حديثنا في الدورة كيف تم تحليل أن أذربيجان المقصودة في هذه الرواية أو هذه النار المتعلقة التي تنطلق من أذربيجان قطعا ستكون ما بين القوة الفلانية وما بين الروس وما بين الأوكرانيين. الرواية لم تشر إلى شيء من ذلك، ولكن تعميق البحث في المداليل، بحثها على المستوى الجغرافي، على المستوى التاريخي، على المستوى الواقعي، عند ذلك اكتشفنا أن هذه الرواية لا تنطبق إلا على هذا القالب من الأحداث، ولا يمكن لنا أن نفهمها بعيدا عن مثل هذه المناطق. ولم نأتي بشيء جديد، العالم كله تحرك في هذا المنطق رغم أنه نحن تحدثنا عنها قبل حدوث هذه الواقعة وما إلى ذلك. أنا في غرضي في هذا المجال أننا اليوم ننظر إلى حالات كثيرة في الواقع الأوروبي، هذه الأزمات التي تحصل لديهم في واقع فشل الهجوم الأوكراني على الروس، في واقع حالة استمرار الجدل بين الأوروبيين إلى مدى يقدمون، إلى مدى متى يتأخرون، متى تغلق هذه الفتنة الكبيرة بالنسبة لهم. إذا ما نظرنا إلى الواقع الصهيوني وحالة الانهيارات التي تحصل في الردع الصهيوني أو ما إلى ذلك، إذا ما نظرنا إلى الاقتدار في محور المقاومة وإلى تنامي هذا المحور وما إلى كل هذه الحالات نحن ننظر إليها أمام أعيننا. ويمكن للبعض أن يقول أين هذه من الروايات؟ أنتم تقولون أنه هذه فيها علامات الروايات. أنا لا يمكن إلي أن أفهم من الرواية التي تشير إلى أن مارقة الروم سيعانون للوصول إلى منطقة رملة فلسطين، لا يمكن لي أن أرى في هذه الرواية وهي تتحدث عن الاستنجاد الصهيوني بمارقة الروم، لا يمكن لي أن أتحدث عنها إلا من خلال بوابة أن الصهاينة سيضعفون وبالنتيجة سيحتاجون إلى مدد. ولكن مصادق الضعف هذه يجب علي أن أبحثها في الواقع يوميا، يمكن أن يدلني الواقع على أن حدث فلاني أدى إلى ضعف، حدث آخر أدى إلى ضعف أو ما إلى ذلك. والأحداث بطبيعتها كما أشرت سابقا، الأحداث تبتدئ في بدايتها بشكل خفي غير معلن، ولكن تنتظر اللحظة التي يتم فيها إشعال الفتيل فترى بشكل ظاهر وبشكل كبير جدا. اليوم الشيء التظاهرات اللي تحصل في فرنسا واللي ربما تكون من أخطر أنواع الأحداث التي وصلت إليها فرنسا طوال كل هذه الفترة، حصلت تظاهرات متعددة لكن في تداعياتها، في انقساماتها، في طبيعة واقعها، جعل الأوروبيين ينظرون بقلق إلى ما يجري في فرنسا. ما الذي يجري؟ شاب قتل، لكن هل أن الذين تحركوا لأن الشاب قتل أم أن لديهم عوامل كثيرة تغلي في دواخلهم انتظروا هذا الحدث لكي يعبروا عما يوجد في هذا الداخل؟ ولو قدر أننا رأينا أن الروايات تتحدث عن هرج الروم، هذا الهرج لن يحصل أيضا بناء على لا شيء، وإنما يحصل بناء على عوامل. هذه العوامل أنا أدعو دوما إلى قراءتها بشكل سريع لأنها هي التي تعطيني المدى الذي يمكن أن يرسم ما بين خط هذه الواقعة وما بين النتيجة التي يتأتى إليها. بمعنى أن هذه الأحداث التي تجري في فرنسا لو أنها عرضت على الانتخابات الفرنسية
هل سيؤدي ذلك إلى فوز ماكرون مثلا أو أنه سوف يتخلف بشكل كبير عن العدد السابق؟ ما يحتاج لي إلى جهد كبير أن أنظر إلى أن الذي يجري هو عملية اختزال في نسبة الناخبين إلى ماكرون. هذه العملية تؤدي بطبيعتها إلى زيادة الكراهية، إلى زيادة الحساسية، إلى زيادة عدم المقبولية، وبالنتيجة متى ستحصل هذه القضية التي أشير لها؟ يجوز بعد سنة، بعد سنتين، سماد الانتخابات الفرنسية متى ستحل؟ لكن يمكن لي أن أرقب بشكل مباشر بأن الأمور تتجه إلى هذه النتيجة. وحينما أتحدث عنها لا أتحدث وكأني لدي علم الغيب أو ما إلى ذلك، المقدمات هي التي تفضي إلى هذه النتائج. نعم، في الأحداث الكبرى علي أن أنتبه إلى كل ما يمكن أن يصلح كمقدمة حتى يمكن لي أن أرتب الأثر المنطقي على أن النتائج تتبع مقدماتها. نحن كذلك أخواني الأعزاء، حينما يتم التحدث عن أن السفياني سوف يفعل كذا، سوف يفعل كذا، سوف يفعل كذا، هذه الأفاعيل لا يمكن أن تحصل هكذا كيفما اتفق، وإنما هناك أحداث لم يعلن عنها ستكون هي العوامل الأساسية التي يمكن للسفياني أن يستغلها أو يتحرك في البيئة التي تنتجها. بمعنى أنك حينما تزهد بقواك الأمنية لا تستغرب من بعد ذلك بأن هذه القوى لن تستطيع أن تصد جيشا غازيا من الشام ويقتحم بغداد وما إلى ذلك. هذا الأمر ما يحتاج إلى علم كبير حتى نعرف أن في زمن السفياني ستكون الأوضاع الأمنية أو العدم الاهتمام الأمني بواقع الدفاع سيكون مزريا جدا، إلى درجة أن جيشا يأتي من الشام يغزو العراق ويقتحم العراق ويقتحم بغداد، يحقق انقلابا عسكريا أو ما إلى ذلك. ولكن في نفس الوقت هذه الروايات التي تحدثت عن ذلك قالت لك بأن هذه ليست محتومة، عليك اذهب قوي الدفاع لن يخترقك أحد، قوي البنية الاجتماعية سوف تنصر من قبل الشعب الذي لا يمكن أن يفسح المجال إلى هؤلاء. أما إذا بقيت أنت متلكئا ما متم ما إلى ذلك، ما الذي سيحصل؟ سيحصل النتيجة التي أشارت إليها الروايات. لذلك الروايات وإن تحدثت أشير إلى أن بعضها ليس محتوما، بل حتى المحتوم أشير إلى وجود مشيئة ربانية يمكن أن تغيره. هذا الذي جاء وسأل عن السفياني هل أنه من المحتوم؟ قيل له بلى، السفياني من المحتوم. هل تحصل فيه يمكن أن يتغير؟ قال بل لله المشيئة فيه. من صار لله المشيئة فيه يمكن أن تتوقف هذه العملية بمعطيات أخرى، بعوامل أخرى، كأن يكون الإنسان، والأمثال تضرب هنا ولا تقاس، أنه أنا أخلص في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وأصل إلى مضان الإجابة وتفاعيل الإجابة. حينما أتصدى إلى هذا الأمر يمكن للمشيئة الإلهية أن تتدخل بناء على الوعد الرباني ادعوني أستجب لكم. أعود وأقول بأن الأمر مجرد مثال، ليس لا ينطبق على السفياني. ولكن السفياني وإن كان من المحتوم، قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه محتوم، ولكن لله المشيئة في أن تغير المحتوم إلى غير المحتوم. لكن حينما ارتعب هذا السائل قال له أخشى أن يكون الإمام المهدي في هذا المجال أيضا هو الآخر فيه مشيئة. قال المهدي من الوعد الإلهي، الله لا يخلف وعده، من الميثاق، من الميعاد، وبالنتيجة هناك وعد إلهي. انظروا إلى الوعد الإلهي الذي يشير إليه كيف طرح: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، طرح ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر.
هذه الأمور إذا ما وصلناها مع بعضها يمكن أن نقول بأن الحديث عن العلامات غير الحتمية لا ينسجم بالضرورة مع الفهم اللي موجود عند الكثيرين، وللأسف الغالبية، فما دام علامة غير حتمية معناه ما تتحقق. من الذي قال أن العلامة غير الحتمية لا تتحقق؟ قد تتسبب أنت بأعظم من العلامة غير الحتمية حينما لا تستعد، حينما لا تتهيأ. العلامة غير الحتمية هي عبارة عن جهاز إنذار، أنذرت بأن تتأهب، أنذرت بأن تتفاعل معها بالطريقة التي يمكن لها أن لا تتحقق. لكن إذا أهملت ما الذي سيحصل؟ قد تحصل أكبر منها. يعني لو قدر أن قيل مثلا أن السفياني في المدينة الفلانية سوف يقتل 1000 وأنت ما استعدت ولا أوجدت كل المنبهات التي أثيرت أمامك وقيل لك روح اشتغل بهاي الطريقة، أنت ما سويتها، ليش يقتل 1000؟ وراح يقتل 2000، يمكن أن يقتل 3000 أكثر أقل، بناء على طبيعة الاستعداد الذي يحصل. ولذلك هنا حديثنا المتكرر عن ضرورة الاستعداد وعن ضرورة التهيؤ وعن ضرورة تعلم العلامات ليس قصة فكاهية أو ترفية أو قصة عابثة، وإنما هذه العلامات لا نعتقد بأنها مترفة، المعصوم لا يتحدث بهذه الطريقة، تضمنت منهجه. هذا المنهج يؤكد تماما على ضرورة الاستعداد، على ضرورة التهيؤ والتنبه، وبالنتيجة حينما ننظر إلى واقعنا ونقول أن هذا الواقع يمكن أن يكون ولادا للقواعد الحاضنة لمشروع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يمكن لنا أن ننظر إلى هذا الواقع من مستويات الاستعداد، من خلال حالة انهماك الناس باستعدادات قسم منها معلنة واضحة مباشرة وقسم منها لا وضوح فيها غير مباشرة، ولكن هي في نفسها عملية استعداد. يعني لما يكون عندك هذا العدد المليوني في زيارة عرفة بهذه الطريقة عند الحسين عليه السلام، هنا أنت لا تتلمس بأن الأمة تستعد، ولكن في واقع الحال هناك أمة لبت نداء أمتها في زيارة الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة، وازدادت أعدادها، ازداد توقها، ازداد دمعها، ازداد اشتياقها، حنينها، أنينها، كل هذه العمليات بوتائر تتصاعد وتتزايد مع الأيام. لا شك ولا ريب أننا ننظر إذن إلى أمة تستعد معنويا وتهيئ نفسها إلى عملية التلبية للإمام صلوات الله وسلامه عليه. صحيح أنها قد تكون غافلة في هذه النقطة تحديدا، ولكنها هي تؤدي الذي عليها بطريقة واضحة وإن كانت غير معلنة، أو ربما حتى ما منتبهين إلى هذا الأمر. هنا أخواني الأعزاء، في خلال هذه الفترة اليوم أنا من عندي نموذج اسمه أن أبطالا من لبنان يتقدمون بخيم صغيرة في منطقة مزارع الشبعة. مزارع الشبعة أراضي لبنانية اغتصبها الكيان الغاصب، ولا زال الحديث في مجرى النقاشات الدولية وما إلى ذلك، والذي يعرف الصهاينة لا يؤمنون بكل هذه الأمور. ولكن لأول مرة يحصل أن خيما تنصب وأن أبطالا يستقرون في هذه الخيم، والصهيوني يراقب بقلق ما الذي يستطيع أن يفعله مع هذه البلوى. لا يستطيع أن يتقدم إليهم، كما أنه لا يستطيع أن يتحمل وجوده. وأنا مطمئن أن هذا العطب في إرادته
سوف يؤدي بالنتيجة إلى أن يكون أمام واقعين لا مضر لهما، وفي كلا الواقعين ثمة بلية كبرى في هذا المجال. انظروا إلى تسلسل أو إلى نمط تصاعد الأحداث المتوقع. شباب أجوا استقروا، خيمتين ثلاثة صار لهم قرابة الشهر، الصهاينة يشتكون إلى اليونيفيل اللي هي قوات الأمم المتحدة في لبنان في جنوب لبنان، يشتكون وخروهم، ذولا هم يوخروهم، يجون يريدون وخروهم، ذولا ما يقبلون. بعنوان شنو؟ بعنوان هذه أرض لبنانية يجري الكلام فيها في الدوائر القضائية، مثل ما ذولا جاي يتجولون بهذه الأرض ويتصرفون بهذه الأرض، احنا هم نريد نكون متواجدين. أرض متنازع عليها، إسرائيل عندها سلاح، وقبل كانت تتعامل بأقل من ذلك من الأحداث بقوة شرسة للغاية. أما اليوم الاستفزاز معلن أمام الفضائيات العالمية، الكل يصور ويجد أن الصهاينة يتحدثون أن هناك مدى زماني نتركه إلى الدبلوماسية وإلى السياسة. قبل ذلك ما كنتم تنظرون إلى هذا الأمر بأي شكل من الأشكال. فلو قدر أنهم تركوهم إلى مدى، لا شك أن عدد الشباب سيزداد، ولا شك أن مكنتهم ستزداد. فإن تحرشوا بهم عند إذ سوف تتطور الأمور إلى ما تحاول دولة الكيان الغاصب أن تتجنبه طوال هذه الفترة. لا نريد حربا في شمال فلسطين. ولو أنهم تركوهم عند إذ تستفحل قوة هؤلاء وسوف تتوسع، سوف تغري الآخرين بأن يقبلوا على، وتتحول القضية إلى عملية قتال. لو أنهم تصرفوا ليس مع مجاميع مسلحة وإنما مع الناس بشكل مباشر، وهذه من تلحظها، عليكم السلام، من تلحظها بطريقة أبعد مدى، تجد أن الكيان بدأ يعطي من أوراق قوته، أو يتخلى من أوراق قوته اللي مبنية على أساس الغطرسة ومبنية على أساس حالة الرد بقوة التوحش الكبيرة جدا، لكن أصبح المستضعف لا يخاف. هذه النتيجة، المستضعف بدأ لا يخاف. وبالنتيجة حينما نقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، أول نحتاج إلى مجتمع مستضعفين، ثم هذا المجتمع يجب أن يتحول إلى المجتمع القابل لهذه الإرادة. عملية توريث الأرض لا تأتي مجانا، وعملية إرسال الإمام أيضا لا تأتي مجانا أو تأتي عبثا. الإمام بأبي وأمي إنما غاب فبسبب قلة الناصر، وهؤلاء المستضعفين حينما ينهضون من واقع استضعافهم ويبدأون بممارسة كل الأمور التي من شأنها أن تعطل سلاح العدو أو أن تجعله بلا فائدة أو أن يكون هذا المستضعف غير مبالي بالموت، وأن له رفقة إن ما سقط هو سوف يحتلون مكانه وسوف يأخذون موقعه ولن يتركوا مكانه خاليا، عندئذ الاستضعاف سيتحول شيئا فشيئا إلى الأمة التي تقبل أن تكون، تقبل من الناحية الفلسفية أو من الناحية الواقعية، لديها القابلية في أن تنهض بمهمة مجتمع الوارثين. مجتمع الوارثين كيف يتحقق؟ يحتاج إلى إمام قائد، وإلى أمة منقادة، وإلى المشروع القائد الذي من شأنه أن يحقق عملية تحقيق إرادة الله سبحانه وتعالى في هذه الخليقة. وقد سبق أن أشرنا كثيرا إلى أننا نفتقر إلى عنصر واحد فقط. إمامنا القائد موجود، ومشروعه السياسي هو الآخر موجود، طرح منذ يوم الغدير وإلى يومنا هذا لا زال هذا المشروع لم يتبدل بعد،
ولم يتخلى عنه أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم، والعرض المغري في أنه سوف يحقق يأس الذين كفروا أيضا لا زال موجودا، والإمكانات العملية من خلال حراك التأريخ أثبتت أن الواقع الكافر ليس واقعا مستعصيا على كل شيء، يمكن أن ينهار، يمكن أن يتحطم، إنما أوجدت الأمة عوامل الفلاح والنجاح وتحقيق الفرج الإلهي. أشرنا إلى في الحديث السابق إلى أن الله سبحانه وتعالى حينما قال يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، هذه الأمور طرحت كمواصفات، تريدون تفلحون عليكم بإيجاد الأمة الصابرة، ولا تكتفون بالأمة الصابرة وإنما الأمة المصابرة التي تمارس الصبر كلها دفعة واحدة وبإرادة واحدة، وعليكم أن ترابطوا في قبال العدو، يجب أن تقفوا. وفي هذا المجال حينما نلاحظ هذا المثال أن لدينا نماذج قادرة على أن تقف في وجه العدو ولا تبالي، ولديهم مدد ولديهم استعداد ولديهم مكنة. من يومين الصهاينة يتحدثون عن أنه هناك دفاعات جوية غربية يمسك بها حزب الله، وبالنتيجة يمكن أن تؤدي هذه إلى إخلال في منظومة الحركة الجوية الصهيونية. هذا من يتحدثون قبل ما كانوا يتحدثون، قبل كانوا يروحون يضربون، قبل كانوا يروحون يعتدون يزيلون الخطر، أما اليوم ينظر إلى الخطر وهو يجد نفسه غير قادر على أن يصل إليه. السبب ماذا؟ أن منعة وعزة تواجدت شيئا فشيئا، تراكمت شيئا فشيئا، ووصلت الأمة إلى هذا المستوى الذي يجعل العدو رغم شدة سلاحه وشراسته ولكنه يتردد في كيفية استخدام هذا السلاح ولن يستطيع أن يفعله. في أحاديثنا السابقة عن النار المشرقية أيضا أشرنا إلى أن هؤلاء يبتدئون من نقطة استعداد ضعيفة جدا، يطلبون الحق فلا يعطونه، يريدون حقهم ما حد يعطيهم إياه، لكن شي يروحون ما راحوا تفرجوا ولا راحوا تواكلوا، راحوا أوجدوا من عناصر القوة بحيث أوجدوا تغييرا في المعادلة، معادلة التفاوض، عادوا طالبوا بحقهم فلم يعطونه. سبب ماذا؟ لأنهم لم يوفروا المكنة التي تكفي إلى أن يكونون حراسا لهذا الحق ومنجزين لتحقيق هذا الحق، لذلك رأيناهم يعودون، وحينما عادوا يطلبون الحق فيعطونهم فلا يقبلون. هنا القوة، الاقتدار، المكنة، الاستعداد أصبح عاليا جدا بحيث أن الذي كان يمنع الحق يريد أن يعطي، والمظلوم صاحب الحق لا يقبل به. ولماذا لا يقبل به؟ لأنه يريد ثمنا أعظم من الذي كان قد طلبه سابقا، أي أن شروط التفاوض ومتطلباتها أصبحت بسقف أعلى مما كان بالوقت اللي السقف من اللي كان يحدده؟ يحدده الظالم، بينما هنا بدأ المظلوم المستضعف هو الذي يحدد السقف الموجود. هنا الآن أنت من تنظر إلى الواقع تشوف إحنا وين بهذه العملية، هل أننا أصبحنا نملي بشروطنا أو أننا لازلنا نؤثر على شروط الآخرين؟ أكو فرق بين أنه شروطي صارت أعلى من الآخر وما بين أن أكون أنا مؤثر على هذه الشروط. اليوم المثال حقيقة مثال يفترض أن ننظر إليه بشكل جدي، اليوم الأحداث اللي الآن تجري في السفارة السويدية، وزارة الخارجية السويدية بهلع أصدرت بيانا أو من خلال بيان وزارة الخارجية العراقية تثبت بأن هؤلاء مترددين ويفكرون بإيجاد الأسلوب المناقض لغطرستهم السابقة. حينما حصل الأمر عملية إحراق الكتاب العزيز، والكتاب العزيز سواء أحرقت أوراقه هو أعلى وأعظم من أن تناله مثل هذه التفاهات،
ولكن هي إهانة كبرى إلى المسلمين، وهي عملية استفزاز لا يمكن أن يبقى الإنسان ساكتاً. لو أنه بقي ساكتاً كان الرد السويدي منذ اليوم الأول، هذه حرية إحنا ما نتدخل بها، وهذه حرية أفراد. ورئاسة الوزراء هم أعلنوا أنه إحنا مقابلين بهذا العمل، لكن هو قانوني من الناحية القانونية. حلف الناتو هم رأساً وقف وياهم وقال لهم هذا العمل مو بعيد عن القانون، بل هو قانوني. هسه زيف هؤلاء تارة ننظر إلى، يعني الآن لو هؤلاء إجا واحد من عندهم أمسك بعلم اللواطين وأحرقه، ما الذي سيحصل؟ سوف يسجن مباشرة. يا بحرية ما حرية، ما ماكو حرية، هذا اضطهاد. لو أنه أنت مسكت بحالة انتقاد الصهيونية كصهيونية، ما يعبر عنه بالعداء للسامية، ما الذي سيحصل؟ سوف تعتقل، سوف تحاسب. لو أنك فعلت ما فعلت لغير هذه الأمور، حرية وإحنا ما لنا دخل. الحجاب، أمس المحكمة الفرنسية في أحد المحافظات الفرنسية حكمت بمنع الحجاب في المدارس. الحجاب حالة تعبير عن رأي لو مو تعبير عن رأي، تعبير عن موقف لو مو تعبير، أنا حر في أن ألبس ما أريد. ما في يوم من الأيام هذه المحاكم أصدرت قرارا بمنع العري لأنه يستفز الآخرين، ومو كل الناس تريد العري، أكو ناس من تتعفف من النظر إلى هؤلاء. احترامهم وين؟ الحجاب مؤثر على البعض، لذلك ممنوع. هؤلاء مقاييسهم بهذه الطريقة. اللهجة المشددة لبعض القيادات السياسية عندنا أدت إلى أن السويديين يتحركون بشكل سريع لإيجاد منفذ من هذه القضية، والحكومة الآن ضاغطة على تسليم هذا المجرم اللي هو أنا في تحليلي ربما يبحث عن طريقة لكسب اللجوء، قدم لجوء ما حصل على الجنسية والإقامة راح بهذا الاتجاه، ربما هكذا اللي يعرفوه حدثونا بهذه الطريقة، أنه هو قبل كان في أحد حركات الحشد قاتل أو حاول أن يقاتل ضد المجرمين، لكن راح ذهب إلى السويد في قصة معروفة، وهي أسايش الأكراد أيضا كانت عنده مشكلة، لكن بالنتيجة افتعل هذا الحادث. اليوم الحكومة العراقية تطالب بتسليمه، والسويديين محرجين لأنه ما منطيهم اللجوء، وجوده غير قانوني بعد ما مغطى قانونيا، من حق الحكومة العراقية أن تسترد هذا الرجل. لكن مهما يكون أنا أقول حينما تكرمون أنفسكم وتغيرون على دينكم وأمتكم تحترمون من قبل الآخرين، ويجبر الآخرون على مثل هذه الأفعال. أتمنى على كل دول الإسلامية أن تتحرك بطريقة، شنو إدانة، شنو استنكار، بتغير القرآن، شنو عندكم اللي بقيكم أصلا إلكم قيمة، ما من هو وهذا الكتاب العزيز إذا لم تثأروا له؟ وأنتم ترون أنكم حينما تتحركون ينصت الآخر إلكم، ما عاد الآخر متغطرس وماسك بكل أوراق اللعبة. اليوم الحكومة العراقية لو قررت أنها تغلق السفارة السويدية أو تطرد الشركات السويدية سوف يخضعون خضوع الذليل. لكن من تريد أنت تقول يا بس هذول أخو مجتمعهم وقوانينهم كذا، مجتمعهم وقوانينهم لجهنم. احنا بالنسبة لنا هناك كتابنا العزيز قد أهين واستفز العالم، زين انتم تصيحون انه هذه بها كراهية اذا عادينا الصهاينة، اذا وقفنا ضد المثلية تقولون هذه اشاعة للكراهية. مليارين مسلم يهانون بأشد وأبلغ أدوات الإهانة، وما تعتبروا هذه كراهية؟ لا، هذا قانون وهذه حرية رأي وما إلى ذلك.
كذابون حاقدون تماما على إسلامكم، لأنهم يرون في هذا الإسلام النقيض المباشر للإلحاد الذي يروجون إليه. هنا احنا في تصادف في هذا اليوم أن يمارس هذا المعتوه ممارسة هذه، أنا ما أدري إذا أشرت أو لا، رجل أو مسمى الرجل من الموصل، من أحد قرى المسيحية الموصلية، ومن أم نعم على أي حال الشيء يعني المجتمع قاتل وانظلم بشكل كبير من قبل من عادى هذا القرآن. هسه هذا لسبب، وأنا أدري في داخل المجتمع المسيحي هناك رفض كبير جدا إلى مثل هذا الفعل، لكن مع كل ذلك انظر إلى قوله تعالى: هذا الحدث حصل في يوم عيد الأضحى أثناء صلاة العيد جاءوا بهذا الفعل. في هذا العيد أنا أشرت في حديثي يوم في حديث العيد، للأسف صحتي لم تمكنني من إكمال الحديث، لكن في هذا العيد هناك براءة من المشركين. والتساؤل الذي طرحته يوم ذاك، أشرت هذه البراءة من الذي يصنعها؟ براءة من الله، لكن هذه البراءة من الله أيضا لها تفاعيلها الاجتماعية. وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر، الحج تبين خلاصته هذه البراءة، هذا الأذان أن الله بريء ورسوله من المشركين. الله ورسوله بريء، ولكن هذه البراءة اللي احنا دعينا إلى أن نتحمل مسؤوليتها، هل هي مجرد كلمات أم أنها تعمد إلى إيجاد المجتمع المتبرئ من المشركين؟ كأتباع أهل البيت إحنا نقدر نفتهمها أكثر من غيرنا، لأنه إحنا تعودنا على أن نقرأ: إني سلم لمن سالمكم، بريء من عدوكم، بريء مما تبرأتم منه. نعرف أنها فعل اجتماعي، نعرف أنها فعل عقائدي، نعرف أنها فعل نفسي، لكن لا يمكن الاكتفاء بهذا المقدار، وإنما يجب تحويل العقائد والأفكار إلى فعل اجتماعي، بحيث تصير العملية عملية فعل اجتماعي في أن نتبرأ من المشركين. الفعل الاجتماعي هو إيجاد الحدود والموانع والعقبات أمام كل إرادة إشراكية، وليصير في وهمنا أنه ما دام الحديث في يوم ذاك عن المشركين أبو سفيان وجماعته وأتباع حبل وعزة واللات وما إلى ذلك، هذا الحديث ولا في وقته. أما اليوم عشرات الأصنام بل مئات الأصنام موضوعة أمامنا، أمام أنظارنا، في داخل قلوبنا، في داخل وعينا، في داخل عقولنا. هذه الأصنام لا يعرف غالبية الناس بأنها أصنام وبأنها هي التي يجب أن يتبرؤون منها. اليوم الصنم يقاد إليك من خلال أفلام الكارتون، من خلال أفلام هوليود، من خلال منصات التواصل الاجتماعي، من خلال مواثيق دولية حقوق الإنسان اللي يتحدثون عنها، هي التي تعطي للمجال لهؤلاء بأنه تعالوا هذول اللواطين والسحاقيات وأصحاب الشذوذ وأصحاب الدياثة وأصحاب التخنث وما إلى ذلك، يجب أن يحترمون. وشفنا أن مسيرة هؤلاء مو بس يريدون احترام هؤلاء، وإنما تفضيلهم على غيرهم. اليوم أنت روح تحدث بحديث الأديان في هذا في أمريكا اللي هي تدعي أم الديمقراطية وأم حقوق الإنسان وصاحبة حرية الرأي وحرية التعبير وما إلى ذلك، اتفضل روح قول إن الله خلق البشر من ذكر وأنثى، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. هذا المقدار
أن تقول بأن الله خلق البشرية من ذكر وأنثى، لا تعاتب وإنما تعتقل. إذا أصريت على تمرير هذه الفكرة تعتقل وتعتبر مسيء إلى الحرية العامة من أجل حثالة من أصحاب الأمراض الاجتماعية وما إلى ذلك، فضلوا على مليارات البشر اللي يريدون الحياة الطبيعية أن تجري ضمن وفق السياقات الطبيعية لهذه الحياة ولتناسلها ولحفظ نوعها. لذلك هؤلاء في ادعاءاتهم كذابون حينما يفضحون أنفسهم بهذه الأكاذيب. ماذا يقدمون لنا؟ يقدمون لنا الوسيلة أو الإثبات الذي يجب أن نتبرأ منهم. حينما نتعلم على البراءة من أمثال هؤلاء، ما الذي سوف يحصل؟ سوف يحصل أننا شيئا فشيئا نتبرأ من كل هذه الحضارة بكل تفاصيلها. اليوم قد أنت تقول أنا ما أقبل بالمثلية، قطعا أنت تقول أنه أنا ما أقبل بهذه الأفكار، لكن أقبل منهم ديمقراطيتهم، أقبل منهم علمانيتهم، أقبل من عندهم الموضوع الفلاني والموضوع الفلاني. من الذي جاء وصل الأمور إلى هذه الدرجة لولا تلك الأشياء التي لا زالت تكتسح العقول ولا زالت تضرب بأطنابها على وعي الناس؟ الناس لما رضت أن يكون تداول المسكر أمام أولادها وأمام بناتها تداول المخدرات، بس ماكو تداول مباشر لكن تداول بالتلفزيون في داخل البيت، رب العائلة قاعد وأم العائلة قاعدة والأولاد كلهم قاعدين والتلفزيون ينبث مقاطع لتداول الشباب إلى المخدرات ويحسن بيهم، يعطيهم صورة جيدة. البنت اللي موجودة على التلفزيون تمارس البغاء، تمارس الزنا، ويحسن بها خطية مظلومة ما أحبها زوجها، راحت دورت عن حب وبالنتيجة اتجهت إلى هذا. من أفلام أو المسلسلات التركية المكسيكية الكورية ما إلى ذلك، كل هذه الأمور هي تقدم هذه الأصنام. إحنا إذا تعاطينا وياها بطريقة القبول والتطبيع شنو اللي راح يصير؟ شوية شوية بعد ذلك قصة اللواط ما تصير. يعني اليوم أنت مستفز باشر، ولعله أحسن تعبير وحقيقة أحسن وعي رأيته من أحد الأمريكيين قبل، لعله ذكرت هذا الأمر، يطلب لجوء في أفريقيا. أمريكي يطلب لجوء في أفريقيا، يسألوا ليه؟ يقول لهم هذا البلد كان قبل يحكم على اللواط بالإعدام، شوية 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 إلى أن وصل إلى أنه يحمي هؤلاء جميعا. أنا أخشى باكر يجون يدقون الباب على وجوب ممارسة اللواط، بعد يصير قانون في ممارسة اللواط، مثل ما الآن عدة يعني دول ألزمت مدارسها وألزمت مناهجها التربوية في أن يتعلم الطلاب على اللواط ويتعلمون على السحاق حتى ما يتأثرون بالمستقبل بهذه المناظر. يعلمهم شنو يعلمهم؟ يعني قبل صاحت الناس عمي ذولا جاي يعلمون أولادنا على الجنس، وأولاد صغار بعدهم عمر 5 سنين و6 سنين و7 سنين يتعلم على هاي القضايا. الآن تفضلوا وصلتوا إلى تعليم اللواط والسحاق، الله أعلم ما الذي سيحصل من بعد ذلك. لذلك أنا أعتقد أنه ممارسة هذه الأمور الوقوف ضدها هو عملية براءة من المشركين، وإحنا علينا هنا أن نفتش مواقع اقتحام المشركين إلى بيئتنا وإلى مجتمعاتنا أينها. يجب أن نفكر بكيفية طردها من هذه المواقع. سماحة السيد القائد السيد الخامنئي حفظه الله تعالى خلال الأيام الأخيرة كان إلى حديث خاص، وكان يشير إلى أن المقاومة لا تعني الوقوف عند السلاح فقط، قد ننتصر بالسلاح
ولكن حينما تغزونا أمريكا في عبر مناهج مناهج التعليم، عبر الجامعات، عبر المعاهد، عبر منظمات المجتمع المدني، عبر كثير من هذه الأمور، نحن كمن أخرج السارق من الباب وفتح له الشبابيك من أجل أن يعود إليها بطريقة أخرى. حينما نفسح المجال لطلابنا أن يتعلموا على ثقافة المشركين وعلى سلوكيات المشركين، لا يمكن لنا أن ندعي بأن لدينا براءة من المشركين، وإنما على من واجباتنا حينما نريد أن نكون من المجتمع الممهد، من المجتمع المناصر لإمام زماننا، من المجتمع الذي يعد ويستعد، علينا تارة أن نرى نواقصنا في أي موضع نذهب لكي نعالج هذه النواقص، ومواضع قوة عدونا في أي موضع يجب أن نعمل على إضعافها وعلى إيجاد الحالة التي من شأنها أن تطرد هؤلاء وتزيحهم عن وجودنا. وقد أثبتت التجربة أننا قادرون، يعني قصة داعش المتوهم جدا من يتصور أنها مجموعة مسلحين، وإنما هي إرادة دولية كبرى. اليوم ترامب فضحها، رجع المرشح الجديد كينيدي أيضا طرح هذه القضية وأشار إلى أنه الأمريكيين شلون صنعوا داعش، حركوهم ضدنا، مشروعهم أفشلناه من قبل ذلك، مشروعهم في الفوضى الخلاقة اللي تعني أن تحرك القاعدة ضدنا أيضا أفشلنا، وتقدمنا رغم جراحنا، رغم مآسينا، رغم كل مشاكلنا، استطعنا أن نغير المعادلة. بعد ذلك ما كانوا يفكرون بأنه يعملون على إيجاد اتفاقية بين العراق وبين الأمريكيين بأن يخرجوا، وهذا الأمر أيضا كان فيه ما كان، بحيث أجبروا على أن يرضخوا إلى هذه المعادلة. والله أنا أتذكر جيدا جلوس السفير البريطاني عند قدمي في كافتيريا مجلس النواب يتوسل من أن نسمح لهم في أن يكون اسمهم ضمن الاتفاقية التي تبيح وجودهم وتبقيهم. هؤلاء أذلاء في دواخلهم. مشكلتنا إحنا من نضعف، من ما نوجد عوامل العزة، عوامل الهيبة، عوامل الاحترام لذاتنا، بل حينما نفشل في معرفة ذاتنا ووعي ذاتنا، عند ذلك يستأسد علينا الضعيف ويستأسد علينا الجبان. أما لو أننا التفتنا إلى ما يوجد لدينا من عوامل القوة ومن عوامل الاستعداد، ستجدون أنكم تحققون علامات الظهور، تحققون الأمة المنتظرة، تحققون الأمة الوارثة، تحققون المجتمع المستضعف الذي ينهض من استضعافه ضد من استضعفه ويطيح به. من نتحدث ونقول أنه الرايات الثلاثة التي ستبقى في هذه المنطقة، للشيعة رايتين وللآخر ثمة راية مهزومة وستنهزم بشكل سريع جدا. هذه الحالة، وأنا هنا أشير إلى راية الخراساني وراية اليماني بعنوانها القوة الأكبر في التأثير الإقليمي يوم ذاك، والسفياني وإن كان لا ينتسب إلى هؤلاء ولكن سيكون مشروعهم هو مشروع الأمريكيين ومشروع القوى الظالمة، ولكن سرعان ما سيهزم. احنا لا يصير عندنا شعور ان السفياني البعبع المهول جدا. السفياني في تعريفي اخر تجربة، اخر مناورة يمر بها شيعة الامام المنتظر روحي وارواح العالمين له الفداء، لكي يعدوا انفسهم بشكل جدي. قبل السفياني اكو تراخي، اكو تماهل، اكو عدم وضوح رؤية او ما الى ذلك، لكن حينما تأتي لسعة السفياني عليه لعائن الله، عند ذلك ينتبه الجامع
وحينما ينتبه الجمع ينطلق مارد الوضع المنتظر، وعند ذلك سيرى العالم عن أي مجتمع نحن نتحدث، وسيجد إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه بالبيئة التي انتظرها هو وأجداده صلوات الله وسلامه عليهم، وتحملوا من أجل إيجادها الأثمان الباهظة، دفعوا دماءهم الزكية، ولكن من أجل أن يصلوا سيجد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن هذا المجتمع قد وصل إلى حالة الإعداد والاستعداد الكامل. ولذلك لا تستغرب أن يكون ما بين الإمام بأبي وأمي وما بين هزيمة السفياني في العراق هي عبارة عن شهرين أو ثلاثة فقط. لذلك هي العملية مو عملية مرعبة ولا عملية استثنائية، هي آخر مناورة. هسه أنا مصاب بالمصران الأعور على سبيل المثال، أبقى أجادل، أبقى أحاول أتخلص من المستشفى، أتخلص من الجراح، بعد ذلك هو لازم تدخل المستشفى ولازم تتحمل الجرح ولازم تتحمل التخدير ولازم تتحمل الألم، من أجل ماذا؟ حتى تشفى. إحنا كذلك، السفياني لا هو غول هائل مثل ما تصور روايات القوم، ولا هو غير قابل للهزيمة، بالعكس أول اصطدام جدي بينه وبين القوى المؤمنة سينهزم، بل حتى قبل الاصطدام تشير الرواية إلى أنه حينما يعرف بإقبال اليماني وإقبال الخراساني واقترابهما منه يهرب من النجف، ومن النجف إلى بغداد، ومن بغداد إلى حيث ولت. لذلك القصة ليس صعبة قدام الآخرين أنه ترى جاكم السفياني، لا، أجانا السفياني وهو الفرصة الأخيرة بالنسبة لنا لكي نثبت جدارتنا ولكي نثبت جاهزيتنا ولكي نثبت أهليتنا إلى أن ننصر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. بناء على كل ذلك أنا أعود وأقول وأنهي حديثي وأعتذر لو أطلت، بأننا اليوم أمامنا صورة كبيرة جدا من معطيات الأحداث، سواء في أوروبا، في أمريكا، في الصين، في إيران، في العراق، في لبنان مع الصهاينة، في الحجاز وما إلى ذلك. كل هذه المعطيات يمكن استخلاص الأحداث الأساسية من خلال رؤية مقدماتها ورؤية البيئة التي تنتج نتيجة لما يجري فيها من الأحداث. أملنا كبير جدا بالله سبحانه وتعالى وبإمامنا صلوات الله وسلامه عليه أن يحتضن هذا الجمع، أن يحتضن هذه الأمة برعايته وبألطافه، لكي يتحقق انبلاج النور الإلهي وإشراقة الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض. وليوم ذاك تبقى أعيننا تترقب، وأبداننا، أفعالنا، سلوكياتنا تتأهب من أجل ملاقاة الحبيب الذي لا حبيب سواه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.